لا مش الناس دي تطلع. لا حضرتك امشي صح عشان احنا نايم. امال انت ايه مسكتكم؟ عايزين نشتغل صح. لا هو بيوزع بين كل حاجه واحنا لا. عايزين نخسر ايه؟ ودي بقى فاكر اللي هو امال بيدخلونا ليه؟ عايزين يا ست ايدي نفسي بتزعلي مع القاضي يا فندم. محدش هيقبل لحد في النادي. مرتضى منصور مش هيقبل لحد. مرتضى منصور مش هيقبل لحد. كان كبر قبل كده مش هيقبل لحد. امبارح 3 ساعات مع الشريف الرجال ما حدش بيلغي تصويت يا فندم ولا في اي حاجه. حط طلبه عايزين الامن العام هو مش هخش ليه؟ ده يا بره هو كلامه هو ده كلامه يوزعه لا ده على كده اللي جوه الشارع. يا فندم لو استمر الحال كده يا فندم الغي الانتخابات يا فندم. مفيش انتخابات تقوم على الباطل يا فندم. مفيش انتخابات تقوم على عدم تكافؤ الفرص. مش ممكن حرام. Vídeo.